سلام. قبل ما تفرجوا في الفيديو شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة مع وضع تعليق او اعجاب اذا نال الاعجاب ديالكم. من اجل افريقيا، الصين ترخص للمغرب انتاج وتصدير لقاح كوفيد 19. يبدو ان العلاقات المغربية الصينية ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال الشهور المقبلة بعد القضاء على جائحة فيروس كورونا 19، حيث منحت الصين للمغرب ترخيصا بإنتاج وتسويق لقاحها ضد كورونا بالقارة الإفريقية. ووفق معلومات متطابقة، فشركة سينوفارم منحت ترخيصا رسميا لمختبرات مغربية لبداية صنع وإنتاج اللقاح الفعال، حيث سيتم توزيع اللقاح بالمغرب وكذا بالدول الإفريقية خاصة منها الإقليمية والمتواجدة غرب وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وحسب المعلومات فالخطوة الصينية غير المسبوقة تأتي بإشراف ومتابعة للملك محمد السادس منذ بداية تفشي الوباء، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية الصينية ستعرف تطورا كبيرا على المستوى التجاري والدبلوماسي، خاصة بعد اعتراف مسؤولين صينيين بقوة البنية التحتية للمغرب وكذا موقعه الجغرافي الرابط بين إفريقيا والعالم. شكرا لكم على متابعة بان ماروك، نتمنى أن يعجبكم الفيديو.